السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية جميعا، ورجعنا لكم فيديو جديد. مرة هذه إن شاء الله يكون إنه فيكست، يعني حاولت أضبط شوية البرنامج لكن ما ضبط 100%، فرجعنا لكم مرة ثانية زي ما هو فيديو بالتسجيل بالكاميرا بكله. however اليوم فيديو حنتكلم زي ما هو مكتوب في الموضوع بالضبط، سيناريوهات البيتكوين من وجهة نظري أو المتوقع بإذن الله. اوكي، انا اليوم يعني في الجروب القناة حقتي الخاصة، اوكي، يعني وضعت السيناريوهات اوكي بشكل وتفصيل، يعني تكلمت عنها بالتفصيل، بس وجدت انه برضو نسوي لها فيديو افضل اوكي، على اساس نتكلم على الثلاث سيناريوهات اللي انا شايفهم يعني من وجهة نظري انا، واعتقد في ممكن يتفق معاها ناس وناس ما تتفق معاها. طبعا الكلام اللي راح اقوله هو في النهاية وجهة نظري انا الخاصة، تحتمل الصواب تحتمل الخطأ، وكمان وجهة النظر الخاصة لما اقول ان هذه وجهة نظري لا تعني ان هي الحقيقة المطلقة اللي المفروض تصير، او اللي انا حتى بؤمن ان هي الحقيقة المطلقة اللي هي المفروض تصير 100%، بالعكس، لكن انا لازم اضع سيناريوهات امامي او لازم اضع تصورات على اساس ان حتى لما تحصل حركة في السوق اكون يعني فاهم من مسبقا ايش اللي بيصير، واذا مثلا عكست التوقع اكون فاهم ليش عكس التوقع او ليش سبب فشل النموذج هذا او سبب فشل الطريقة هذه يعني. اوكي، الشيء الآخر في النهاية أنت لازم تضع لك خط مسار زي ما تقول، على حسب تغيرات السوق وعلى حسب وضعية السوق. التحليل طبعا حيكون فني بحت، ما حقدر أعلق كيف راح يصير الكلام هذا، لأن احنا منتظرين مثلا الفيدرالي يوم 3 ماي الأسبوع القادم إن شاء الله، لو يوم الأربعاء القادم قرار الفيدرال على رفع الفائدة، أخبار البنوك، الأزمة الاقتصادية، وضع الحرب، يعني ما لو حندخل كل الأمور هذه للأسف هتخلينا يصير فينا زي ما صار هنا، يعني كنا شايفين القاع قدام عيوننا بالملي شايفينه أوكي، وفي شواهد كثيرة تدل على أنه على الأقل المنطقة هذه تشتري فيها وتتمركز فيها بغض النظر فين ممكن يروح، لكن منطقة كان مفروض تشتري فيها، وللأسف كنا بننتظر الموجة الخامسة والأخيرة أو خايفين، لأن احنا ما احنا عارفين إيش راح يصير في السوق الفترة القادمة. لذلك خلينا الفيديو هذا ما له دخل بالفندمنتال، يعني احنا هنسوي التحليل الفني كيف وليش وليه وكيف نربطه بالأحداث، هذه هنخليها لكل واحد وخياله العلمي والاقتصادي يعني. بس قبل ما نبدأ لا تنسوا يعني تابعوني هنا في تويتر اوكي، زي ما قلت انا في اشياء بحطها هنا كتسجيلات يعني وتغريدات اوكي، وطبعا اهم شيء عندي القناة اللي هي قناة التحليل، وفي عندنا قناة الأخبار أوكي، وفي عندنا قناة الدردشة أوكي، يعني كلها قنوات، وفي عندنا قناة مضاربات للأسف بس ما هي مفعلة أوكي، فتيم مراد 76 برضو والدعمكم مطلوب أوكي، ولا تنسوا كمان القناة هذه قناة اليوتيوب اللي انتم تتابعوني من خلالها، سبسكرايب وشير ولايك إن عجبكم المحتوى. طيب نقول بسم الله ونبدأ، هم ثلاث سيناريوهات حمشي عليهم بشكل سريع أوكي، بس قبل ما أمشي عليهم أبغى أتكلم في شيء واحد بس، أني أنا في عندي مشكلة أساسية واحدة اللي هي مخليتني دائما مؤمن أنه في أنه يعني أو بمشي مع الشواهد أو طبعا احنا كلنا مؤمنين أنه في سيناريوهات كثيرة، سيناريوهات بتقول لك طبعا يعني ما تجيب شيء جديد، سيناريوهات تقول لك أب، في سيناريوهات تقول لك لا لسه في تحت، وانا اتكلم عنها بكل بساطه. بس انا في عندي مشكله واحده اللي هي الاستراكشر حق الشارت او الهيكل العام للشارت، وبما اني تبنيت هيكل عام معين فانا ابغى اشوفه مكتمل، فالهيكل العام عندي خليني احط الصوره بس هنا دقيقه، غيرت مكان الكاميرا بس عشان لا تاثر على الرؤيه هذا. فعندي الهيكل العام، الهيكل العام قلنا اني من بداية الدورة هذه اللي هي الدورة السابقة اللي هي 21 اللي هي البران اللي صار، اني انا شايف انه هذه واحد وهذه اثنين، والاثنين بسبب انها زيجزاج هنا اوكي، انه هذه موجة اثنين واحنا بس سوينا ثلاثة، هذا اللي وانا بتكلم انه A هذه اللي احنا سويناها في ابريل ماي اوكي لجولاي، هذه A وهذه B اللي دائما بكررها نفس الشيء والى الان ما خرب الاستراكشر، وانه المفروض انه هنا اربعة وان احنا بنسوي سي، وسي 1.61 اوكي في بوناتشي، وتكلمنا قبل كذا ان منطقتها ما بين ال17 وال16 اوكي 16000 اقصد اوكي، وهي جابت 15000
و500، اوكي؟ فيعني ما فرقت ال $500 القاع هذا، اوكي؟ بس هذا السي كان نهايته هنا بناء على الفيبوناتشي، اوكي؟ وبناء ايضا على الموفينج افريج المتوسطات اللي ورينا لكم اياها على الشهري وعلى الاسبوعي وعلى الثلاث شهور، انه هذه منطقه المفروض انها دعم المفروض يرتدف. وفي نفس الوقت ما دام 15500 فهي ما كسرت اللي هي 13900 اللي هي موجه واحد، فما تداخلت اربعه، فاذا انا باقي لي موجه خامسه. يعني كانت مشكلتي كلها انه الاستراكشر انا باقي لي موجه خامسه، فبالتالي هذا الاستراكشر العام حقي تبع الشارت اللي هو 1 2 3 المفروض في اربعه والمفروض عندي تكون خمسه، اوكي؟ هذه هي المشكله. عاد هل الخمسه هذه هتاخذها بورن هذه الدوره الجديده؟ هذا الكلام اللي ما راح اتكلم فيه. هل خمسة تعني انه ممكن تصير وبعدها يصير الهبوط؟ برضو هذا الكلام سابق لأوانه. احنا الحين نتكلم عن الاستراكشر اللي موجود. طيب السيناريو الاول على اساس لا نتكلم كثير وناخذ ونعطي، اول شيء انا عندي ويدج هنا زي ما قلت لكم زمان انا لا اتبناه 100%، اوكي؟ ولكن هو ويدج مرسوم لانه لسبب هو اخذ من ضلع موجة تصحيحية. يعني انا ما احب الكلام هذا، يعني لو كان تابع لبعض بس ما هي مشكلة، يعني ما هي موجة اخيرة من موجة دافعة، اوكي؟ فبس هو مرسوم بشكل واضح. الهدف اللي موجود هنا، الهدف اللي موجود هنا هو بيوصلك المفروض انه بعد ما يكسر المنطقة هنا تحطها، اوكي؟ المفروض انه يوصلك لتقريبا الى 71000 72000 في الحدود هذه، 71000 بالضبط يعني بالملي المفروض يوصلك 71000. طيب بناء على ال لحظة شوي بس دقيقة. فبناء على المعطيات الجديدة اللي موجودة في السوق انه في كلام كثير انه الفائدة ممكن تتوقف، انه مدري ايش، المهم معطيات الفنية على الاقل قلنا انه هذه ثلاثة، اوكي، وهذه اربعة، واعتبرنا انه هذه خمسة، وبذلك قفلنا اللي هي يعني من الموجة الكبيرة اللي هي هذه واحد اثنين خلاص وقفلنا سي، والمفروض الحين ننطلق. فاحنا لو مشينا بالسيناريو يعني على اساس نكون عارفين احنا الموجة هذه كيف وترقيمها، هل احنا صح، هل احنا ماشيين صح، كلاسيكيا اعطينا كلاسيكيا اللي هي النموذج هذا بري انه هو الكسر هذا الوتد، اوكي، يبين انه هدف 72. طبعا نبغى شيء ثاني يدعمنا، المتوسطات تقول لنا انه في انطلاقه من هنا، متوسطات تقول لنا ان احنا من زمان متكلمين ان احنا لازم نختبر رقم 30000 وبعدها بعد ما نكسره هنروح للمنطقه الاخرى اللي هي 48000 كلاسيكيا، وبعدها في بعد نعدي نروح نطلع للقمه اللي بعديها. طبعا هل تقول لي انت مقتنع انك تكسر القمه السابقه؟ هذا كلام زي ما قلت لكم سابق لاوان، احنا بنمشي مع التحليل وعلى اساس انه هيفشل ولا لا. الان احنا في اب ترند اللي موجود حاليا، واضح ان احنا في اب ترند الى ان يكسر هذا الاب ترند، اوكي، وي ار ستيل ان اب ترند. يعني لو رجع الحين عمل نفس الموجه هذه صح هنا وارتد مره ثانيه وي ار ان اب ترند، اوكي، هنا اوكي وهنا خلاص، فانت تمشي ترند از يور فريند. هذا كلاسيكيا، يعني اذا تبغى تمشي كلاسيكيا، اوكي، هنا في عندك دايفيرجنس وممكن ينزل تمام وممكن يصحح تبغى تطلع هنا، اوكي، لكن لو جاء اختبر المنطقه هذه اللي هي مناطق 25 24000 وارتد منها فيو ار ستيل ان اب ترند وكسر الهاي فبيسوي لك هاير هاي. يعني شوف هاير لو، اوكي، طبعا لو سوى كذا وهاير هاي فخلاص انت في اب ترند. يعني لازم تكون معترف انك انت في اب ترند الى هذا كلاسيكي الى ان يكسر الترند. تبغى تمشي مع ترند واحده واحده ماشي، ما في مانع، ولكن زي ما انت شايف هنا انه ممكن يكون بيسوي لك شيء اسمه رانينج فلات او اكسباندينج فلات او ريفر، اوكي، الله اعلم، يعني ممكن هذا لا يرجع ينكسر مره ثانيه ويكمل، احنا هنتكلم فيه. فالان السيناريو الاول بيقول انه احنا طلعنا موجه واحد اثنين وهذه ثلاثة هذه أربعة هذه خمسة، أوكي، وسوينا موجة اثنين تمام، إحنا خلاص حققنا أول موجة. ولو هنيجي نشوف على مستوى ال 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 على مستوى المتوسطات بنلقى ان المتوسطات كلها قلبت، بالعكس عشان كده نزل من هنا سريعا وارتجع ارتد بسرعة، لان المتوسطات لو تلاحظوها كلها مترتبة فوق بعض وداعمة كأن الشبكة اللي خلته زي ينقز كده، لتخيلوها زي كأنه نزل في الشبكة ومطها وخلته ينقز النقزة اللي صارت هذه كلها، اوكي، وباين ان المتوسطات بتساعد يعني بتؤيد القرار هذا.
فبناء على عد الموجات يعني لو انا بجمع عد هذه ان هذه 1 2 هذه 3 هذه 4 هذه 5 فحققت 3 وهنا حققتها زي كانها تقريبا وتد اوكي او بتسموها ويلفي انتو انا بسميها اللي هي الويدج اوكي اندنج دايوجنال اوكي فبين انه خلاص الخمس موجات حقت رقم 3 انتهت هنا وسوت تصحيح 4 بعدين 5 سريعه اوكي وبعدين صححت خماسي عشان تسوي موجه رقم 2 زيجزاج اوكي خلاص فعملنا 1 و2 الان طيب ايش تفسير الموجه هذه السريعه هذه في رايي والله اعلم الى الان بناء على الفيبوناتشي الحين انا اخذت فيبوناتشي من هنا من 1 إلى 2 عشان اشوف الاهداف عاده في الكريبتو اللي لاحظته ان موجه ثلاثة لازم توقف عند تقريبا ما بين 1.5 ل 1.61 فيبوناتشي في الكريبتو على اللوك على الشارت اللوغاريتمي اوكي ما بين 1.5 ل 1.6 فثلاثة عادة تنتهي هنا لان هي الاطول وهي الاشد تمام وعندك الخمسة تنتهي عند 2.61 تقريبا يعني اوكي في هذه الحدود ف يعني حنمشي تحليل فني بيور يعني ما نبغى نتكلم بتفاصيل كثيرة اوكي ف بالنسبه يعني لا نقعد نعقدها وهي بسيطه احنا شايفين شيء وهذه انا وجهه نظري اوكي انا شايف شيء فخلاص مشيت على انه 1 2 3 4 5 اوكي وعندي هنا تسوت 2 فانا المفروض 3 متوقعها فين هنا عند منطقه ال 43000 اللي هي ال 1.618 فاذا ايش تفسير الموجه هذه ان هذه موجه 1 وهذه 2 اوكي عندها الى تقريبا طالما ما كسرت اللي هي 200 موفينج افريج هذا اللي انتم شايفينه اللي هو المتوسط هذا اللي هو تقريبا عند 24000 او منطقه ال 25000 لانه شويه كل ما هيتحرك ويتاخر ممكن توصل الى المناطق هذه فانا عندي منطقه ال 24 25 نقول 24 اذا ما كسرته يعني ما كسرت لي يعني ما خربت الاستراكشر اللي موجود وباني عليه تحليلي الاستراكشر حق ان انا في اب ترند تمام الترند هذا طالع فانا طالما اني فوق ال 24000 فاني ما زلت ماشي في نفس الاستراكشر هذا اوكي وبحقق مثلا موجه 1 وهنا هتسوي موجه 2 تنطلق الى 3 اوكي بعدين 4 بعدين 5 عشان تخلص لي موجه 3 اللي هي من الترند الاصلي تمام فالظاهر الى الان طبعا كل لو ارتدت من هنا فاحنا في نفس الترند هذا طالعين لرقم 3 هنا بعدين نسوي 4 بعدين نروح 5 نروح على 43000 والله ارتدت من هنا اقوى واقوى كمان بتؤيد قوه الموجه اللي موجوده هنا كانت سريعه وقويه ودافعه اوكي وسوت لي اوكي رانينج فلات تطلع هنا تنطلق يا سلام بس انا ابغى تكسر القمه السابقه اللي هي جابتها اللي هي تقريبا عند مستويات ال 31 32 طبعا انا مشكله عندي مهمه هذه اوكي هي هذه المنطقه اللي هي منطقه العرض هذه والمقاومه مهمه جدا هي مناطق ال 32000 لو كسرت ال 32000 خلاص انتهى موضوع بالنسبه لي السيناريو الثالث اللي هنتكلم فيه اليوم اللي هو النزول والهبوط خلاص انتهى بالنسبه لي خلاص قاع ثاني ما في خلاص عارف انه هننزل نصحح اما زيجزاج اي بي سي اوكي وبعدين نطلع نكمل الموجه الخامسه بس انا محتاج عشان اكد احنا الان في مفترق طرق المنطقه هذه اوكي امانه مفترق طرق مهمة جدا عند مناطق ال 32 و 31000 يعني اللي بيصير وامبارح شفتوا اللص اللي صارت الهبوط الفجائي كذا مشمعة طويلة على 5 دقائق يعني اعتقد انها كلها عملية لكودة ومخاض قبل الانطلاق الله اعلم فلو انطلقنا من هنا ممتاز جدا اوكي حننطلق نروح لمناطق تقريبا 36000 35000 بعدين نرجع نتراجع نصحح الى مستويات 32 و 31 المهم ما تتداخل مع هنا ما تتداخل مع واحد هنا لا سوري واحد هتكون عند تقريبا ال 29500 يعني ما تتداخل معاها اوكي ونروح ننطلق على طول ان شاء الله لل 43 ونخلص الموجه 3 من الترند الصاعد هذا 1 2 3 تمام بعدين نصحح اي بي سي ونطلع نكمل المفروض خلاص الموجه الخامسه الاخيره هذه موجه الأخيرة اللي هي نطلع إلى مناطق على الفيبوناتشي 71000 ال 71000 فيبوناتشي 2.618 يتوافق تماما مع هدف النموذج اللي هو الوتد هذا الكبير جدا بالضبط بالملي يعني أنا ما زودت ولا نقصت عشان أخليها تضبط لا روح أنت سويها حتلقى نفس الهدف بالضبط
ف معلش عشان برد الشاهي. فهي الفكرة لما تلقى انه اكثر من نقطة النموذج بيقول لك، رغم ان انا ما انا مؤمن انه 100% نموذج، لانه هذا ممكن يكون في النهاية ترى شانل، يعني انا وريتكم اياه في التسجيل الثاني، يعني يكون شانل. بس انت بتمشي الحين هذا السيناريو اكتف، سوري بوزيتيف، فبتاخذ كل الاشياء اللي بتدعمه. فهذا عندك نموذج الويدج اوكي، او الفولينج ويدج اوكي، عندك الشارت مبين لك الى الان 1 2 3 4 5 كان المفروض سي تنتهي هنا، فاكرين كنا تكلمنا فيها هذه، ويصير اكسباندنج فلات اوكي، وروح ننزل نكمل المفروض السيناريو تحت، طلعت مو سي، طيب كملت فوق، معناها ايش قاعد بتسوي؟ بسوي 1 2 3 4 وتروح للموجه 3 اللي هي 43000، بعدين تروح 5. تقول لي طيب وهذا كيف يؤيد موضوع الدولار؟ اقول لك ما ادري، مش عندي، عرفت قصدي؟ خلاص انا حكيت التفاصيل والاحلام وال... او او اوجغل راسي كثير في الموضوع، اوكي مهم جدا، لكن اي هاف نو ايديا، يعني ما هذا. هنا كمان كان في موضوع الدولار، هنا كان في موضوع الدولار، وفجأة شفنا بدأنا في تغييرات في التون وتغييرات في السياسة والاقتصاد وأشياء كثيرة. يعني هل في انهيارات؟ ممكن، ممكن بعدها يكون ضرب الخمسة هنا اوكي، وينزل بعدها تكون خلص دورته الأخيرة، لأن احنا قلنا ممكن تكون هذه الخامسة والخامسة الأخيرة من الموجة واحد الأساسية الكبيرة كسوبر سايكل، وبعدين ننزل نعمل اثنين عاد تنزل لعشرة الخمسة، هذا موضوع ثاني نشوفه إن تحقق هذا السيناريو. لكن أنا بالطريقة هذه الاستراكشر عندي للسيناريو هذا ممتاز، صار واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، انتهى الموضوع. ولو حتى قلت بدولار، انا تذكر زمان انه يطلع بدولار، طلبه 71000 انا راضي، خلاص معناه انه خلص الاستراكشر، الحين اقدر ابرر اي نزول بعده، ما عندي مانع. تمام، هذا السيناريو على تحليل الموجه الاخيره. السيناريو اللي بعده خلينا نشوف سيناريو 2 ايش ممكن يصير. سيناريو 2 احنا عندنا مشكله رئيسيه، اللي هي المشكله زي ما قلت اللي هي هذه المنطقه المهمة جدا، كلها هذه المنطقة كلها، يعني إلى تقريبا هذه منطقة العرض. وإحنا قلنا من الأول في أحد الفيديوهات نفس الشيء، قلنا إن إحنا مشكلة نوصل هنا نبدأ نتراجع أوكي، وقلنا على حسب التصحيح إذا كان ABC أوكي معناها بإذن الله إن إحنا نكون منكمل الصعود لهذا، لكن وكان التصحيح يعني شكله باين عليه انه من يعني من التصحيحات اللي تعطيك اما هو فلات زجزاج، يعني يتبين انه هو حيكون تصحيح كونتينيويشن اوكي للاعلى، اما لما يكون تصحيح عارف قصدي باين انه بعدين بيصحح بشكل انه حيكمل نزول لتحت اوكي، هنا ساعتها او حينزل خماسي اوكي، معناها ان احنا فيه حنكمل الموجه الخامسة. فاحنا مشكلتنا عندنا المنطقه هذا، احنا في منطقه حرجه جدا، عشان كذا اتمنى ان السيناريو الاول يتحقق ويكون هذا رانينج فلات وننطلق فوق المنطقه هذه ال 32500 بالضبط اوكي، عشان نخلص من الارق وال يعني حتى احنا نفلتر الاراء او نحصرها في سيناريو او سيناريوهين خلاص للفتره القادمه. ليه انا مو خايف؟ لانه في النهايه زي ما قلت انا منتظر شكل التصحيح. طيب احنا في اب ترند، السيناريو الثاني انه هذه تكون موجه واحد، هذه اثنين، هذه ثلاثه، هذه كلها، فهذه اي بي سي يعني هذه اربعه اوكي، وبعدين الموجه الاخيره اللي طلعناها هذه خمسه، وقفنا عند المنطقه هذه اوكي اللي هي منطقه العرض اللي المفروض نتوقع منها انه يطلع يحصل تراجع في المنطقه هذه. تمام، فيس هذه تكون خلصنا خمسة، بس ما زلنا في الاب ترند حقنا، يعني ما عندنا مشاكل. الحين انا ايش اللي انتظره؟ انا عندي هنا دعم اللي هو ال 24000 او 25000 تكلمنا، اللي هي متوسط ال 200 على حسب، كل ما هنتاخر زي ما قلنا عشان لا نعيد ونكرر. فانا لو شفت التصحيح اي بي سي متوقع ان احنا ننزل الى مناطق ال 20 19000 هنا تقريبا عند المناطق هذه، تقريبا عند الموجه الرابعه هذه اللي هنا. فعشان يكون واضح مره ثانيه خليني اكبر بس الشارت اوكي على اساس يكون، وبعدين نشوف تكملة الشارت اوكي. فالمقصود انه هذه موجة واحد، هذه اثنين اوكي، وهذه كملت نفس الشيء خمس موجاتها، هنقول هنا واحد اثنين ثلاثة اربعة وهذه خمسة، بعدين هذه اي بي سي، وعلى فكرة متوافقة حسبتها بالفيبوناتشي، هذه 1.618 وهذه نفس الشيء كلها متوافقة مع بعض، وهذه 1.12 اوكي، فطلعت وهنا الموجة الخامسة والأخيرة أوكي. بصراحة
ما انا عارف كيف اعدها هذه يعني honestly، يعني ما انا مقتنع ان الموجه خمسه، ولكن من احد السيناريوهات، لان لو تراجعنا من المنطقه هذه يعني اذا ما كان رانينج فلات وكمل وكسر لفوق، اوكي، فمعناه ان احنا وصلنا للخمسه ونرجع نسوي اي بي سي. لو سوينا هذا السيناريو اذا خلاص بقول لكم هنا حيكون موجه اثنين وننطلق نكمل الى ثلاثه. نحسب الفيبوناتشي، طالما ان احنا حتقول لي اب ترند ولو كسر هنا والكلام هذا، حتى الاب ترند هذا نفس الشيء بناء على التصحيح، يعني لو نفترض انه كسر، انا كل اللي يهمني هل هيكسر قاع هذا ولا لا. لو كسر من هنا من المنطقه هذه، اوكي، لسه ما كسر القاع، يعني على القاع بالضبط 16200، اوكي، احنا 15500 القاع، اوكي، فان شاء الله نقول ما يكسر. فهنا هنا حيبين، يعني عموما هي من اول موجه، يعني حتى ممكن يبان من هنا لو هذا هنا سوالي كذا موجة وبان إن هذه حتبان إنها يعني إذا كسرنا عملنا هنا وكسرنا 25 فخلاص إحنا في موجة 1 2 3 4 5 وممكن نكمل إلى تحت. إحنا الآن خلينا في السيناريو الإيجابي، فإحنا الحين أخذنا موجة واحد والحين إن شاء الله ممكن يحقق اثنين، هذا السيناريو اثنين أوكي، ويطلع يكمل إلى موجة ثلاثة. على حسبة الفيبوناتشي هذه، على حسبة الفيبوناتشي المفروض نوصل يا طويلين العمر إلى 1.27 عند 48,000 اللي هو يتوافق بالضبط مع الهاي اللي هنا، مع منطقة العرض اللي هنا تماما بالضبط، لأن إحنا لو حسبنا الفيبوناتشي من هنا 1 2 وارتداد، وهذه محسوبة بالملي، أوكي، الـ ABC، أوكي، منطقة 20,000، ننطلق نوصل إلى 48,000 وبعدها نرجع نصحح، أوكي، ننطلق للموجة الخامسة الأخيرة 1.618. هتقول لي طب ليه ما خليتها موجة ثلاثة؟ لسبب، أوكي، إنه يعني لما يكون، لأن هناك يعني خليني أرجع لكم بس كذا سريعا عشان أشرح لكم. أنا هنا اعتمدت على، هنا اعتمدت على الفيبو الأساسي إنه هنا، وإنه القمة ما ابتعدت كثير عنه، وفي نفس الوقت اعتمدت على الفيبو اللي موجود حق أوكي الرانينج فلات اللي موجود هنا، أعطاني إنه في تناسق، يعني لما تيجي تسويها هنا بالطريقة هذه وإيش فيه، أوكي، لما تيجي تسوي الفيبو من هنا على ال أوكي الفيبو يعطيك انه تقريبا الرقم ثلاثة يوقف هنا بالضبط، فابتديت احسب انه المفروض تكون 5 اللي بعدها على السريع، يعني شوفوا هنا 1.618 اللي هي 3 للموجة الاخيرة هذه، اوكي، فهي تبادل وتوافيق يعني، اوكي، يعني بتحاول انه ما تبعد اكثر. لكن انا لو انا بمشي على انه الموجة الخامسة توقف عند 128,000 فما نبغى نروح لمرة سيناريو متفاعل، تمام؟ السيناريو هذا رحت قلت ان احنا هنروح على الاقل نختبر اللي هي 1.27 عند 48,000 وبعدها اللي هي 1.618 عند 61,000 تقريبا، اوكي، 61,000. وعلى فكره هذا يتوافق مع النجمه اللي قالت انه ما راح نتعدى اصلا القمه الاخيره. طيب كيف حتفسر هذه الاستراكشر؟ هذه حتكون برضو عملت لي مشكله انه الاستراكشر الحقيقي انه هذا 1 2 3 هذه 4 وهنا نوصل للست لخمسة. طيب خمسة هذه ما كسرت القمة، أوكي، اللي موجودة، طبعا ممكن تتعدى شوية، ممكن تجيب 64 66، أوكي، القمة حق الثلاثة. هتقول لي طيب كيف كذا؟ هقول لك ممكن تكون منقطعة، يعني نفس الشيء هذا السيناريو شوية عمل لي مشكلة في الاستراكشر، الله العليم انه فعلا هيخلص، لكن كهنا استراكشر أربعة ما سوى شيء، ما تداخل مع هذا، هذه كمان مهمة جدا انه ما تداخل، لكن هنا انه خلص هنا لها حجة اللي هي الموجة المنقطعة، الموجة الخامسة الأخيرة المنقطعة فيه بتصير وممكن تصير، بس هذا ما هنعرف إلا لما نوصل المرحلة هذه. وممكن لا يتعدى فعلا إنه ثلاثة توقف أصلا عند 61,000، ثلاثة توقف عند 61,000 والتفاؤل عاد وتطلع تنطلق خمسة فوق، بس كيف حتصير هذه؟ هذا موضوع ثاني. لكن هذا السيناريو يتوافق مع شمعة ال 12 شهر اللي دائما أنا شاكك فيها، اللي هي إنه إيش حنسوي في موضوع الشمعة اللي هي الانفيرتد هامر اللي موجود هذا، اوكي، الانفيرتد هامر هذا والانجلفينج. فهذه تدلك انه يس ممكن توصل الى هنا 61 لكن ما كسرت القمة وساعتها في تراجع، والله العليم. عموما هو سيناريو من السيناريوهات المطروحة اللي بنتكلم عنها، وشوفوا يعني هنا واضحة جدا على مستوى من غير شارت ولا شيء، هذه المنطقة منطقة عرض. ان
الحمد يعني ما نجد على السيناريو ان احنا نكسرها، خلاص الحمد لله قضي الامر الذي فيه تستفتيان. يعني موضوع حتى ان انا اؤمن بعد كده انه في قاعه اقل، اوكي حيكون تصحيح ان شاء الله يوصل لهنا، عرفت قصدي؟ يوصل لهنا زي ما سوى في 2000 في 2019 2020 اللي هي هنا هذه، اوكي وصل هنا نزل يعني اوهم الناس كلها وبعدين طلع هنا، حتكون حتى الموفينج افريج ترتبت بشكل افضل واقوى وخلاص. هذا بالنسبه للسيناريو الثاني. طبعا هذول السيناريوهين الحين انا متبنيهم، انا بشكل شخصي حاليا متبنيهم الى ان يثبت العكس، الى ان يثبت العكس. يعني كل شيء الحين الشواهد معطيتني الايجابيه، تمام، واحنا ماشيين في موجه الحمد لله الى الان دافعه وموجه ماشي حالها. الشيء بس اللي مخوفني هو انه فعلا يعني زي ما تقول كل موجه محتاجه زي ما تقول دف، يعني تحس انه في كل ما توصل للمقاومه يصير في بطء في الزخم، يعني هنا بيخوفني شويه، اوكي هنا خفت شويه يعني، فما انت عارف يعني ما هي راضيه تندفع، يعني زي لما صار هنا عند الموفينج افريجز، بس عشان اوريكم الفرق هنا ما استنت خلاص تبغى تكسر هذه موجه دافع، هنا طلع 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 وصححت فوق كل موفينج وعملت الموجه الدافع. هنا نفس الشيء بتلقى اوكي اندفاع قوي جدا، اوكي وتصحيح بعدين اندفاع، يعني ما بتاخذ وقت. هل هو تحضير هذا لقوة أكبر للموجة الثالثة الأخيرة؟ الله أعلم. أوكي طالما أنا ماشي في الأب ترند فترند is your friend وحستمر فيه. التفسير الأخير والسيناريو الأخير اللي كلكم عارفينه طبعا اللي تكلمنا فيه 100,000 مرة اللي هو 9,000. إيش مشكلة 9,000؟ طبعا اللي هو انه الناس كلها وبما احنا وإيليوت وبدريش انه خلاص اضرب بعرض الحائط الستركشر حق انه 1 2 3 4 خلاص هذا مش 4 يعني مرة تانية، يعني بالنسبة لك لا يصبح 4 دقيقة خلينا نشوف هذا إيليوت يا خلاص انسى انه هذه 1 2 3 4 انساها، لانه ايش مجرد ما تكسر هذا رقم واحد هذه كسرنا هنا خلاص انت خربت الاستراكشر وصار تداخل. فاذا انت مؤمن انه هذه 5 وانه خلصنا موجات وانه هذه كلها التصحيح وهنطلع هذا فوق، كلام موجود، حتضرب بعض الحائط المتوسطات، حتضرب بعض الحائط في كل شيء، ولكن تحليل موجود لانه السي الى هنا برضو مسموح له، يعني اي بي سي هذه كلها اكسباندنج فلات، هتصير هذه A وهذه B وهذه C وهذه موجة 4 زي كذا، هنا 1 2 3 4 وبعدين تنزل تسوي 5، تمام؟ في عندك مستويات إلى حتى 7500، أوكي 7500، يعني إذا تبغى تأخذ إلى آخر حد في بوناتشي موجود، وعندك 9,000 وعندك 10,000 وعندك 12,000 وعندك 14,800 اللي هي 1.12، أوكي؟ في حالة واحدة هذا السيناريو خلاص تكلمنا وأشبعناه هذا، فزي ما قلت لك عشان تؤمن فيه تضرب عرض الحائط انه هذا تصحيح يساوي هذا التصحيح، انه هذا 1 2 وهذه 3 و4، وتؤمن بانه هذه مش 5، طبعا هي فيها شكك، هذه فيها لخبطة كثير، وانه تؤمن ان هذه A B C فكونت B وهنا هذه طلعت C، لانه C اصلا موجة دافعة تحسها يعني تخربطك، هل هي موجة 1 ولا موجة 2؟ يعني مشكلة C انها زيها زي كأنها موجة يعني منطلقة عادي دافع، يعني 1 2 3 4 5 وتيجي هنا وخلاص تأمن، ومنطقة عرض اوكي يعني مقاومة، كل الشواهد برضو تؤيد الكلام هذا كله، ولكن احنا بنضبط في شواهد ثانية ايجابية انه ليش نكسر القاع. حالة والستركشر الاساسي اللي تكلمت عليه 1 2 3 4، او خليني ليش انا قاعد اكتبها خلاص احطها هنا. طيب ايش الحالة الوحيدة اللي ممكن نكسر فيها القاع ولكن ما نخرب الاستراكشر؟ لما انا شفت هنا انه في 1.12 14800 ولا 14900، فممكن تنزل الموجة 5 خماسية بالشكل هذا سريعة اوكي وتوصل الى مرحلة 14000، يعني ما توصل 13900، احنا هنا رقم واحد 13900 ما نتداخل معه، فتنزل تحت القاع هنا 15500 توصل ل 15000 توصل الى 14500 اوكي، يعني كسرتها ب 1000 او 500 دولار كسرت القاع، وعلى طول يحصل الارتداد. ممكن هنا الساعة اقول لك هنا ساعتها الاستراكشر ما خرب ونطلع نكمل الخامسة، اوكي نطلع نكمل ونروح للخامسة، بس هنا ساعتها يعني خلاص عملت اللي عليها وزيادة، يعني سوت الاستراكشر 4 5 اوكي. طبعا اي تعدي
لمنطقة اللي هي هذه اللي هي منطقة واحد، عشان بس أكون واضح لكم أكثر. لو عدينا منطقة هذا اللو هنا تقريبا اللو اللي هي 33 ألف، لو عدينا 33 ألف اللي هي هنا المنطقة، لو هذه أربعة طلعت 33 ألف خلاص انتهى، لأنه أصلا نفس الشيء تداخلت واحد اثنين ثلاثة أربعة، ما عاد صار في أربعة، تداخلت هنا فتنزل خمسة، ما انتهى الموضوع. أوكي، ففي رأيي نفس الشيء. يعني ليش بقول لكم نكسر 32 ألف 33 ألف؟ أوكي، لأنه ساعتها خلاص هتلغي لي موضوع أن هذه A B C، تمام. لكن رجعنا من هنا، فممكن نرجع خماسي بشكل هذا ونوصل لمنطقة اللي هي أقل من القاع اللي هي 15500، نوصلها ب 500 ألف دولار، خلاص ننطلق، وبعدها نصير نشوف الموجة الخامسة ويصير انطلاقة كبيرة جدا. أوكي، لو نبغى مثلا نقول بنحسبها بالطريقة هذه، ممكن نوصل عادي لمراحل التسعينات. خلاص انت مفتوح عندك، لانك اديت المهم يعني هذه خمسة، انت خلاص قاعد تفتح يعني انت سوري مو خمسة انه واحد اي بي سي، خلاص قاعد تفتح انت الحين الترند جديد، خلاص انت كملت الاستراكشر تماما، ما عندك مشاكل فيه. هذا واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة، اوكي، واكتمل وتطلع تنطلق. عاد ما حقول انه لا حنكسر القمة هنا ساعتها، والله العليم. اوكي، فهذا السيناريو وارد زي ما قلت، بس بناء عليه انه لازم تكون حاطه من ضمن سيناريوهات، لكن كله يعتمد، عشان كده دائما تلقوني اكرر التصحيح القادم اللي هو هذا بس. وهذا هو طويل العمر، انا اسف نص ساعة قعدت اتكلم معاكم، لكن ثلاث سيناريوهات اوكي مطروحة امامك، اثنين متفائلين وواحد متشائم. انا لا اميل ان احنا ان شاء الله نكسر القاع مرة ثانية، اوكي، وبس حنتأكد اليومين هذه، لكن لا اجزم. اوكي، يعني حتى انا كنت قاعد اقول هل اسوي الفيديو الان ولا استنى شوية، لا قلت اسوي عادي، يعني احنا في النهاية عارفين التحليل بيصيب ويخطئ، وحطين فين 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 خط الرجعة، انه لا سمح الله عكس وكسر الترند، بس احنا عشان في اب ترند الحين راح نمشي مع ترند الصاعد حاليا الى ان يظهر العكس. يعني انا ايش بتقولوا لي انا بميل لي؟ انا بصراحة بميل الى السيناريو اللي هو 71 لسبب واحد، يعني انا هيحللي لغز كبير جدا وهو الموجة الخامسة هذه الاخيرة اللي اسف ارتدينا منها وما حققناها. انا الى الان حميل الى هذا الى ان يثبت العكس. طبعا لو كسرنا 25 خلاص هذا السيناريو اكيد لا، ال 24 الف كسرنا الترند الصاعد خلاص هذا السيناريو لاغي لانه كسر الترند. الحين هنشوف هل بصحة اي بي سي ويطلع يكمل على السيناريو الثاني، ولا السيناريو الثالث حيكون بصحة خماسي وحننزل نجيب القاع. كلمة حلوة سمعت اليوم من واحد من الجروب، إذا أنت خسران ومستثمر من الدورة هذه فأنت بالنسبة لك يعني سواء كان السيناريو الأول أو الثاني أو الثالث فأنت صابر، إحنا خلاص يعني إذا كان حتى النزول فهو القاع والباونس الكبير جدا، يعني لو نزل حتى كسر القاع على السيناريو الثالث حيكون باونس وانطلاقة كبيرة جدا، لأنه الموفينج أفريجز عبال ما نوصل موضوع هذا تكون ترتبت بشكل أنها تدعم زي ما صار هنا في 2019. اوكي، الموفينج افريج انا شايفها مره مترتبه اوكي وقويه جدا على الاسبوعي، فبالتالي حتدعم انها تخلي الانطلاقه تكون قويه جدا يعني اوكي وترد السعر على طول. فانت لو مستثمر حتصبر وممكن تعزز في المنطقه هذه تحت، لو مش مستثمر وتبغى تضارب خليك حذر ماشي مع السيناريوهات وفاهم لو انعكس فين يحصل، لكن لو انت مستثمر سواء طلع ولا نزل فهي مصلحه، يعني في كل الحالتين مصلحه اوكي. ولكن انا في رايي انه في مخاط قاعد بيصير لشيء احنا يعني للاسف فايتنا في الموضوع بس. يعطيكم العافيه جميعا، وان شاء الله نشوفكم في فيديو قريب، واذا عجبك المحتوى لا تنسى تسوي لايك وسبسكرايب وشير مع الاخرين، خليهم يستفيدوا اذا شايف انه المحتوى مفيد، ولا تنسى تسوي اشتراك معنا او متابعه ليا في تويتر واشتراك في الجروب وتدعمنا في كل المنصات اللي احنا بنطلع عليها. شكرا ويعطيكم العافيه، ونراكم قريبا في فيديو قريب ان شاء الله.